رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فكما سمعتم من الإمام وفقه الله ستكون هذه المحاضرة بإذن الله عن فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. وحينما نتكلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى نتكلم عن أمر عظيم، وهو ربط بين العبد وبين ربه. فالله سبحانه وتعالى مع عبده إذا ذكره، كما جاء في الحديث: أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه. والله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين، ويكون سبحانه وتعالى معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وإعانته وحفظه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير قادما إلى المدينة ورأى جبل، فقال لأصحابه: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله سبحانه وتعالى عمل يسير وأجر كبير، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. أجر كبير، ثقيلة في الميزان، ولكنها خفيفة على اللسان. وكل ذكر الله سبحانه وتعالى خفيف. الإنسان إذا أراد أن يذكر الله يجوز أن يذكر الله على كل أحيانه، لا يشترط طهارة ولا أن يكون في المسجد ولا أن يكون مستقبل القبلة، ولكن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. ذكر الله سبحانه وتعالى حفظ للعبد من كل شيء يضره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال إذا أمسى 3 مرات لم يضره شيء حتى يصبح. حفظ من الله سبحانه وتعالى، ما يضرك شيء حتى تصبح إذا قلتها في المساء، ولا يضرك شيء حتى تمسي إذا قلتها في الصباح. كذلك نعرف قصة أبو هريرة رضي الله عنه مع الشيطان الذي كان يأتي ويحثو من مال الصدقة، فكان يقبض عليه أبو هريرة ويقول: سأرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: دعني أنا ذو عيال وحاجة. فكان يشفق عليه أبو هريرة ويتركه، فيأتي الليلة الثانية ويراه أبو هريرة يقول: ألم تعدني ألا تعود؟ وعدت. فيشكو له الفاقة والعيال فيتركه أبو هريرة. في الليلة الثالثة قال: لن أتركك. قال: أتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. حفظ من الله سبحانه وتعالى حتى وأنت نائم، الكوابيس والقلق في النوم وغيره، إذا نمت وقد قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يضرك ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والكلام في حفظ الله سبحانه وتعالى لمن ذكره كثير، والأدلة كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. إذا نزل أي منزل في البر أو في البحر أو في غيره وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. حفظ من الله سبحانه وتعالى بذكر يسير. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مما يحصل به مغفرة الذنوب ومحوها. قال الله سبحانه وتعالى: وقلت على لسان نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالاستغفار
يغفر الله به الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا، باب من أبواب الرزق والخير، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا بيش؟ بذكر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. فإذا استغفر الإنسان ربه وأكثر من الاستغفار وفق لهذه الفضائل المذكورة في هذه الآيات. كذلك أيها الأحبة، ذكر الله فيه حرز للعبد من الشيطان، حرز وحفظ لك من الشيطان في يومك حتى تمسي. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في يحيي ويميته على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت لك 100 حسنة، كتبت لك 100 حسنة، وحطت عنك 100 خطيئة، وكانت حرزا لك من الشيطان يومك ذاك حتى تمسي، وكأنما اعتقت 10 من ولدي إسماعيل، ولم يأتي أحد بمثل ما جئت به في ذلك اليوم إلا أحد قال مثل ما قلت وزاد. فذكر الله سبحانه وتعالى حرز لك من الشيطان. بعض الناس عنده خوف من الجن ومن العين ومن المس ومن الحسد، وقد يتخذ بعض الأمور المحرمة مثل التمائم يعلقها في بيته أو في سيارته أو على جسده أو نحو ذلك، يتقي بذلك إيش؟ العين. وهذه من الأمور الشركية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. فالمسلم الذي يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن حرزه من الشيطان ومن كل ما يسوءه من العين والمس والسحر وما يخافه هو في ذكر الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ما يجعل ذكر الله سبحانه وتعالى من الأمور والعبادات الجليلة قول الله جل وعلا: إذا ذكرني عبدي في، فقال: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقولي: أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه. فإذا ذكرت الله ذكرك الله. وإيش معنى يذكرك الله؟ يعني يعينك وينصرك ويحفظك ويؤيدك ويكون معك حافظا ومؤيدا ونصيرا. فإذا ذكرت الله في نفسك أو ذكرت الله في ملأ بأن دعوت إلى الله أو أمرت بالمعروف أو ذكرت الناس بالله سبحانه وتعالى، فإن الله يذكرك في ملأ خير منه، وهو ملأ الملائكة. فإذا ذكرت الله في الأرض يذكرك الله في إيش؟ في السماء. قال الله: فاذكروني أذكركم. وفضائل الذكر كثيرة، والمسلم الحريص على آخرته يحرص على المحافظة على ذكر الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: أي العمل خير؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والمحروم من حرم ذكر الله. ليش؟ لأنه عمل يسير، عمل إيش؟ يسير، والأجور والفضائل عليه كبيرة. فإذا حرصت على ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا دلالة على أن قلبك حي، ودلالة على أنك تحب الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإذا كنت دائماً تذكر الله على كل أحيانك هذا الدلالة على أنك تحب الله، وإذا كنت تذكر الله دائماً هذا الدلالة على أن قلبك حي، لأنه صح في الحديث: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فرق بين الحي والميت عظيم. فإذا كنت تذكر الله فأنت حي، الحياة الحقيقية، حياة الإيمان، حياة القلب، حياة الصلة بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان لا يذكر الله فإنه يكون في حكم الأموات، من ماتت قلوبهم ولم يحيوا الحياة الحقيقية التي هي حياة الإيمان، التي هي الحياة الطيبة. ذكر الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان من الوساوس والخطرات والهواجيس التي تأتي له بالهم والحزن والقلق. لأن الإنسان إذا كان جالس في مكان ينتظر موعد، أو يسير بسيارته في سفر، أو جالس في مكتبه في عمله وليس عنده شغل، فإن الشيطان يتسلط عليه، وهذا واقع نعيشه جميعا.
ويبدأ يذكره بالهموم والأحزان ويخوفه من المستقبل ويذكره بالماضي الذي انتهى ويجعله يحزن عليه فيبقى في قلق وتوتر. لكن لو استغل هذا الوقت في جلوسه بدون عمل وأخذ يستغفر أو يسبح أو يحمد الله أو يصلي على النبي يقطع طريق الشيطان إلى قلبه وعقله ويبقى دائما في انشراح، لأن ذكر الله يشرح الصدر لأنه يحيي القلب. ففرق بين من يجلس يذكر الله وبين من يجلس مع الشيطان يوسوس به ويجعله يفكر فيما مضى فيهتم ويحزن ويفكر في المستقبل فيخاف ويحزن، وبين من يذكر الله فيكون منشرح الصدر. أولا قطع طريق الشيطان على قلبه، ثانيا حصل له طمأنينة وراحة في هذا المجلس لأن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه، وثالثا كسب أجر لأن كل كلمة يذكر الله سبحانه وتعالى بها تكتب له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأعظم ما يتحسر عليه الناس يوم القيامة أن تحسروا على ساعة راحت من يومهم لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها. فاليوم كم يمر من وقتنا وساعاتنا ونحن لا نذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، ولا شك أن هذا خلل، خاصة مع انشغال الناس اليوم بالأجهزة الذكية وما فيها من أمور لا تخفى على أحد، تشغل حتى عن نفسه وعن أولاده وعن حياته، فضلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله توفيق، إذا وفقك الله إلى ذكره ورأيتك تشتغل دائما بذكر الله ولسانك رطبا بذكر الله فاعلم أنك موفق للخير وأن الله يحبك لأنه شرح صدرك لذكره وهيأه لك. وإذا رأيت نفسك غافل ولا تذكر الله إلا قليلا فراجع قلبك واعلم أن الموضوع في خلل وأنك تحتاج أن ترجع الله بالتوبة والاستغفار وأن تصلح علاقتك مع الله لأنه لم يشرح صدرك إلى ذكره وإشغال وقتك بهذه العبادة الجليلة العظيمة اليسيرة. وهناك أذكار متعلقة بالوقت وأذكار متعلقة بالمكان وأذكار مطلقة، فهو عبادة متنوعة ليست على وتيرة واحدة، فلا يحصل الإنسان وهو يذكر الله على ملل. فهناك أذكار متعلقة بالزمان مثل إيش؟ أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء. فهذه الأذكار مقيدة بالصبح وبالمساء، فيتعلمها الإنسان ويذكر الله بها إذا أصبح وإذا أمسى. وكذلك أذكار متعلقة بالمكان مثل دخول المنزل، دخول المسجد إذا نزل أحدكم منزلا، والخروج من المنزل ونحوها. وهناك أذكار متعلقة بهيئة الإنسان عند النوم، عندما يلبس ثوبا جديدا، وعندما يركب سيارته، وعندما يأتي زوجته. وهناك أذكار مطلقة مثل من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تخيل ذكر 100 مرة يأخذ منك ولا 5 دقائق، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده 100 مرة تحط خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. كذلك أن يستغفر الإنسان في كل وقت، في وهو جالس وهو قائم يكثر من الاستغفار، لأننا أخطاؤنا كثيرة ومعاصينا كثيرة، فلا بد أن نتوب من هذه المعاصي بالاستغفار، فيكثر الإنسان دائما من إيش؟ من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة استغفار، ويقول والله إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أنا وأنت كم نستغفر الله في اليوم؟ اليوم من الصباح إلى المغرب كم قلت استغفر الله مرة؟ مع كثرة معاصينا. فالإنسان ينبغي دائما أن ينتبه لنفسه ويقيس علاقته مع الله وحبه لله بذكره له سبحانه وتعالى. ومن الأمور المتعلقة كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن، والقرآن كلام الله الذي خرج منه، فأنت عندما تتلو كتاب الله فإنك تقرأ كلامه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني قرأ القرآن أنه له بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإنسان ينبغي أن يكون له ورد يومي من قراءة القرآن، ورد يومي جزء، نصف جزء، ربع جزء. إذا بكرت إلى المسجد وجلست بين الأذان والإقامة تقرأ صفحتين حتى تقوم الصلاة، تقرأ في اليوم جزء يعني بأسهل الطرق. فالإنسان إذا عود نفسه على أن يكون له ورد من القرآن كل يوم فهذا خير عظيم حصل عليه في يومه وليلته. لكن المشكلة أن يكون يمر على الإنسان يوم ويومين وثلاثة وأربعة وهو ما يقرأ القرآن ولا يفتح المصحف. لكن اسأله عن البرامج خاصة التواصل الاجتماعي كم يدخلها مرة في اليوم وكم يجلس ساعة عليها، وانت سوي تجربة مع نفسك. إذا فتحت الجوال يوتيوب ولا غيره وحط وقت الساعة، شوف الساعة كم فتحت الجوال، ثم إذا شفت نفسك خلاص طفشت وقف وشوف كم الساعة، تجد أنك جلست على الجوال ساعتين ثلاث، إيش استفدت؟ قد تكون خسرت، لأن إيش في الجوال؟ يعني نعلم كلنا أن فيه أمور كثيرة محرمة، نساء وموسيقى وإلى آخره. فالآن راحت ساعة من عمرك إن لم يكن في توسع في المباح يكون في حرام، أو ساعة ونص أو ساعتين، يعني هذا على أقل تقدير. بعض الناس يقوم من النوم يشغل الجوال وما غسل وجهه، وإذا قبل ما ينام هو نفس الشيء، هذا ذكره. فهذا قد خسر خسرانا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضيع على نفسها حياته بدون أن يكسب حسنة واحد، مع أن المجال مفتوح. يعني ذكر الله من رحمة الله بك جعل لك باب تستطيع أن تجمع فيه حسنات، ما هو عمل صعب، ما هو جهاد في سبيل الله ولا بذل مال في توزيع على الفقراء والمساكين والأيتام، ولا يحتاج أن تمشي مثلا تذهب تطوف ولا تسعى ولا كل هذه خير. لكن ذكر الله أيسر العبادات، بل هو كما جاء في الحديث: ألا أخبركم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ذكر الله عمل يسير، يعني ما هو ما في شيء صعب، ما يحتاج منك شيء إلا أن تركز مع نفسك وتجلس وتذكر الله سبحانه وتعالى بما شئت من أنواع الذكر، وهذا فيه خير لك من ناحية يقطع عنك الشر، يقطع عنك وساوس الشيطان، يحفظك من أذاه من هذا الشيطان ومن ضياع الوقت فيما لا ينفع، ولك فيه أجر بزيادة حسناتك ورفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. فالموفق من وفق لذكر الله. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: حتى تعلم أن القضية قضية توفيق، توفيق، لأن العبادة توفيق، والله يخلق ما يشاء ويختار، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انظر إلى الذكر فتجد أن يعني الناس مع سهولة هذه العبادة قليل من يفعلها، قليل من يفعلها. فالإنسان الموفق من يوفق إلى ذكر الله، حتى تستطيع تذكر الله وأنت يعني ما حد ينتبه لك، يعني جالس مع نفسك: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة إذا ذكرت الله بها ما تتحرك بها شفتاك، لأن أحرفها كلها جوفية. وجرب، فحتى يعني ممكن يعني بعض الناس يستحي يقول: شوفون هذا شبه موسوس، ما أدرون. إذا قلت لا إله إلا الله بينك وبين نفسك ما تتحرك بها شفتاك، تحرك اللسان فقط. ولو ذكرت الله ورفعت صوتك قد تذكر الناس فيذكر الله معك، يعني تقول: سبحان الله، يشوفك تذكر الله يتذكر، يطلع المسبح ويسبح معك. فكل خير على خير. ولو تكلمنا عن فضل الذكر سيطول بنا الوقت، لأنه يعني ورد فيه أحاديث كثيرة، وقد ذكر فيه شيخ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة في ذكر الله سبحانه وتعالى. وصنف العلماء في ذكر الله كتب من المتقدمين والمعاصرين، مثل عمل اليوم والليلة لابن السني، وعمل اليوم والليلة للنسائي، وكتاب الأذكار للنووي، وكذلك تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني وغيرها. من أشهر الكتب التي نعرفها جميعا كتاب حصن المسلم للشيخ القحطاني رحمه الله ورحمته الواسعة، و
تحفة الذاكرة وكتاب للشيخ الشيخ بن باز رحمه الله أظن اسمه تحفة الأخيار في بيان الأذكار، كتيب صغير فيه ذكر فيه يعني بيان أذكار الصباح والمساء وغيرها. جدير بكل مسلم أن يقتني بعض هذه الكتب ويتعلم منها الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الذكر الله ذكر الله بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن تذكر الله ذكر ليس وارد، وإن كان صحيح لكن لو جلس الإنسان مثلا يستغفر الله ويحمد الله خير على خير، لكن لو قرأ الذكر الوارد عن النبي وطبقه كما ورد ينال زيادة على الأجر أجر اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأجر المترتب على الذكر الوارد، مثل ما قلت يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولو قالها 100 مرة نال هذا الفضل. ومن قال بسم الله ومن قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حين يصبح 3 وحين يمسي 3 إلا أرضاه الله سبحانه وتعالى. ومن قال حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قاله حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي ثم مات من ليلته دخل الجنة. هذا فضل إذا حرصت عليه نلت الأجر المترتب عليه. كذلك من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، عمل يسير والأجر كبير، جوائز من الله سبحانه وتعالى جعلها في ذكره، فأين الذاكرون الله كثيرا. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان دائما يعيش في طمأنينة وفي راحة، حتى ولو كان عنده في حياته ضيق أو مشاكل اقتصادية أو مشاكل أسرية أو غيرها، لأن ذكر الله يشرح الصدر ويدفع الهم. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابي الجليل أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. الهم اللي يأكل الناس، كثير من الناس يعيش هموم، إما ظروف مالية وإما مشاكل أسرية وإما مشاكل في العمل وإما مشاكل في الحارة وإما مشاكل مع الأولاد، لا تخلو الحياة من نكد. لكن إذا كان الإنسان من الذين يذكرون الله كثيرا هذا كله يذهب عنه، لأنه يقطع طريق الشيطان عليه، لأن الشيطان شغله أن يدخل عليك الحزن. والدليل قول الله تعالى عنه ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإذا قطعت طريق الشيطان إليك الذي يسعى ليحزنك بذكر الله جاءك بدل الحزن إيش؟ فرح، وبدل القلق طمأنينة. فهذا كله يحصل بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يعني الله شرع ذكره حتى بعد انتهاء من العبادات، بعد الصلاة يذكر الإنسان ربه، بعد الحج فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأن الذكر له فضل كبير على الإنسان حتى في إتمام العبادات وإكمالها وحصول قبولها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيحرص المسلم على هذا الدعاء بعد كل صلاة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك وأن نعبدك كأننا نراك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين،
اللهم أحسن ختامنا عند مفارقتنا لهذه الدنيا، وتوفنا وأنت راض عنا. وجزاكم الله خير على الحضور، وجزا الله الشيخ فارس على تنسيقه لهذه اللقاءات. نسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا وكتب الله أجرك. حقيقة ما في إلا سؤال واحد عبر الواتساب، يقول: أفضل الذكر المطلق الذي أحافظ عليه طوال وقتي. طبعا الأفضل أن الإنسان يأخذ من كل ذكر بنصيب، يعني طوال الوقت إذا كان يبغى يذكر الله طوال الوقت يذكره بالوارد، في الصباح في أذكار، وفي المساء في أذكار، وفي اليوم في ذكر، مثل قول لا إله إلا الله إلى آخره. وهناك أذكار متعلقة يعني كما قلت بالمكان وبالزمان وبالهيئة، فيأخذ من يأخذ الأذكار كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها في يومه وليلته، فسيجد وقته مليء بذكر الله سبحانه وتعالى. وهو الأفضل أن يأتي بما جاء، أن يقول يعني يأتي في الذكر بما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك لنا النبي مجال يعني إلا دلنا على ذكر فيه، في كما قلت في يعني في المنزل وفي غيره، يذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الذكر. ولكن مع ذلك يعني لا يقول إنسان بنشغل بذكر لا إله إلا الله 24 ساعة وكلما، لا، اذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب الزمان والمكان والهيئة والحال، ثم إذا جاء عندك وقت أكثر من الاستغفار ومن قول لا إله إلا الله ومن التسبيح ومن التحميد وغيره من الأذكار المطلقة، والله أعلم.